الشواقة، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. كيف كتعرفوا من قديم هو مصطفى ديال دابا، من 2010 وانا كندير هاد سبوروطو، وديما الحمد لله كنجيب المراتب الاولى، لا في السلالوم لا في بطوله المغرب. المهم جميع فيما كيكون شي تظاهره ديما مصطفى الرتبه الاولى، والحمد لله شنو نقول لك، ما غاديش نقدر نشارك هذا العام في بطوله المغرب، الظروف خاصه انني راه من 7 سنين دابا وانا كنشارك من المالي الخاص. وكيف تعرفوا هاد الريادات الميكانيكيه كتبغي شويه تكون عندك الفلوس، ولحد الساعه الباب اللي كندقو ما كيتفتحش ليا، اللي كنمشي كندير ليه الدوسي ديالي، فوالا راني بطل المغرب وهادي كيقول لك واخا ويعود كذيبه، ومن بعد ما كاين والو. 90% كاينين شي جهات مختصه في المنع ديالي باش انا ما يكونش عندي مستشهر، باش ما نجيش قدام، باش ما نعاودش زعما نصوب الطوموبيل ونجيب البياس ونزيد افونسي لقدام. دي انا 90% متاكد ان كاينين جهات مختصه باش ان الباب اللي كنطرقو كيقول لي اوكي، ومن بعد كيعيطوا يقولوا لي لا سمح لينا ما نقدروش نديروا معاك شي حاجه. كنطلبوا من الله يبان شي مستشهر باش انني نقدر نعاود نجيب بطوله المغرب للمدينه ديالي اللي انا كنحبها، اللي انا تعرضوا عليا بزاف النوادي باش انا نلعب على حسابهم وما بغيتش، لانهم غيدعموني خلصوا لي ترونسبور ديال الطوموبيل كل شيء لوطيل كل شيء، وقلت لهم لا انا جديدي وانا قديم نلعب على الجديد. وجو الناس اللي مسؤولين صحاب الشركات لو سي بي، المهم الناس الشركات اللي زعما عندها راس المال صحيح، انا تشوف البطل ديالها مدينه جديده راهو جديده ابن عن جد وبطل ابن عن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.